يوم توفى أبوهم جلسوا يدعون عليه، أساساً كانوا يدعون عليه وهو حي، وبعد ما مات إيش السبب؟ طبعاً أكيد أنا ماني معهم بهذا الشيء، لكن أبى أقول لكم القصة وإيش السبب. كانت عائلة فقيرة جداً جداً، معدمة، عايشين في خرابة، ما يلقون أكلهم، من شهر لشهر يأكلون دجاج، وكان أبوهم ما هو اللي معه فلوس. ويوم من الأيام جت الأم وقالت لولدها روح البنك يا ولدي وشوف أي قرض أو أي حاجة وشوف لنا شيء. قال الولد يا يما أنا ماني موظف ولا عندي شيء. قالت له روح ربك حيسرها. ويقول يوم رحت وجلست قدام الموظف قلت له معك فلان فلان فلاني. قام الموظف ووقف من مكانه وقال حبيبي أنت ولد فلان، أنت ما تجلس هنا، أنت تجلس فوق روسنا، تخيلوا. قال له دقيقة بجيب لك مدير الفرع عشان يجي. يقول الولد أنا حسيت أن عليك قضية ولا شيء، وراح وجاب مدير الفرع وجاء. فجأة مدير الفرع استقبله استقبال كويس الولد، ودخل عنده في المكتب وقال له كيف حال الوالد وش اخباره. وقال له الولد انت غلطان، شكلك مشبه بين اسمي واسم شخص ثاني. قال مدير الفرع لا والله انه ابوك، يا مرحبا ويا مسهلا. الولد ذهين، قال انا جاي اسوي كشف حساب للوالد. قام هذاك وطلع كشف الحساب وطلع عنده 150 مليون، قريب المليار، ولا هو يصرف عليهم ولا هو يعطيهم شيء، معدمين جدا. قال يا ابن الحلال هذه اوراق ابوي، هذا حساب ابوي. قال ايوه وهذا حساب ابوه. قال اخذت الاوراق ورحت عند امي على طول، اول ما وصلت ووريتها الاوراق جلست تضحك من الصدمه. قالت يا ولدي حتى اساسا ملابس ابوك ياخذها من اخوانه، ابوك لا عنده 800 مليون وانت تكذب يا ولدي. قال الولد هذا الصدق يا يمه. وتاخذ الام الاوراق وتطلع فيها الى المحكمه. فيوم وصلوا عند القاضي بعد المناقشه وبعد ما اصدر الحكم ان يصرف لها الابو 14,000 شهريا. طلع الاب الى المحكمه وراح البنك، قال اقسم بالله العظيم لو يطلع ريال واحد من حسابي راح اخذ فلوسي كلها ووديها لبنك ثاني. قالوا البنك يا ابو فلان هذا امر من المحكمه قضائي ما يمدينا. قال هذا العلم وجاكم. جاء البنك وقال اسمع الفلوس حنا بندفعها، خل فلوسك عندنا، من حساب البنك راح يدفع 14,000 علشان ما يطلع الابو من البنك. فطلع الاب، يقول الولد صارت تجينا 14,000 شهريا من البنك. ويقول والله العظيم انه كل نهاية شهر كان يجينا ابونا مع الرواتب ويجلس عند رجول امي ويقول لهم 14,000 هذه وش تسوون فيها، عطيني منها يا بنت الحلال. ولا إلين ما توفى وهو على ذا الحال. ويوم توفى ورثوه وعاشوا بعز ونعيم وصاروا يكرهونه حي وميت، والدال على الخير كفاعله.